احنا في ساعتنا الثانية هذا الصباح في برنامج من غبشة، هذه مساحة راح نخصصها للتعرف على تفاصيل اتفاقية الخدمات السحابية بين الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة عمان دادا بارك. وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل ينضم لنا ضيفنا عبر الاتصال في هذه اللحظات الفاضل فهد الحراسي، مدير أول تقنية المعلومات بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. أهلا وسهلا بك أستاذ فهد، صباح الخير. صباح الخير عليك الجميع على المستمعين. تمام، في الحقيقة في بداية سعيدة تواجدي معكم اليوم، وأشكركم على هذه الفرصة اللي تحت الفرصة لنا لتسليط الضوء على هذه الاتفاقية اللي إن شاء الله راح يتم توقيعها اليوم بإذن الله تعالى. نستهل حديثنا هذا أستاذ فهد ونعرف المستمعين بالاتفاقية. نعم، اليوم طبعا راح يتم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي وشركة عمان داتا بارك. تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخدمات السحابية اللي توفرها وتقدمها شركة عمان داتا بارك، واللي طبعا سيتم بناء عليه استضافة وإدارة مركز البيانات الرئيسي للشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، وأيضا مركز التعافي من الكوارث. طبعا شركة عمان داتا بارك هي شركة غنية عن التعريف، لديها خبرة طويلة في مجال الخدمات السحابية، وهذا التوجه في الحقيقة من الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي للاستفادة من الخدمات السحابية هو يعتبر أحد يعني الركائز الأساسية في خطة التحول الرقمي بالشركة. نعم، ممتاز. إذن كيف ستساعد أو كيف ستساهم الخدمات السحابية في أن تحقق أهداف الشركة في الفترة المقبلة؟ نعم، هو في حقيقة الأمر اليوم الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي يعني أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأنظمة والحلول الرقمية والخدمات الرقمية لإنجاز مختلف الأعمال بالشركة، سواء الأعمال التي تخص المشاريع أو العمليات أو إدارة الأصول وغيرها من الأعمال. وبالتالي يعني أصبح من المهم جدا اليوم لضمان إتاحة دائمة وتوافر دائم لكل تلك الأنظمة والخدمات الرقمية، لابد من وجود أيضا يعني مركز بيانات يعني يعمل بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثرها. طبعا بالتالي يعني التوجه لاستخدام الخدمات السحابية اليوم، والخدمات السحابية تعتبر يعني أحد الحلول والبدائل التقنية اللي هي تعتبر أكثر فاعلية لحفظ وإدارة البيانات والأنظمة وضمان أيضا سهولة الوصول إليها وضمان تحقيق يعني الإتاحة الدائمة لهذه الأنظمة. هذا من جانب. هناك أيضا الجانب الآخر، التوجه أو خطة التوجه إلى الاستفادة من الخدمات السحابية يعتبر يعني خيار يعني أفضل من حيث أيضا التكلفة، يعني ذو كفاءة أفضل من حيث إدارة التكاليف، لأنه يعني يسهم في أيضا تحكم أفضل في تكاليف تقديم الخدمات الرقمية من حيث المرونة في استخدام الحزم، لأن يعني بطبيعة الحال الخدمات السحابية تحتوي على حزم مختلفة، فهناك دائما مرونة أفضل يعني من ناحية اختيار الحزم المناسبة. يعني الفكرة هنا تقوم فكرتنا تقوم على يعني استئجار الخدمات السحابية والدفع حسب الاستخدام، بدلا من اللي هي الطريقة التقليدية السابقة في بناء مراكز بيانات اللي عادة ما يصاحبها تكاليف رأسمالية عالية وتكاليف تشغيلية باهظة أيضا. نعم، طيب نتحدث أيضا أستاذ فهد عن هذه الخدمة أو هذه الشراكة الجديدة وما يتعلق بالخدمات السحابية. هل مثلا راح تساعد الشركة في موضوع تحسين خدمة العملاء، كون إن الشركة جزء كبير من عملها يعني يكون بالتواصل مع العملاء إلى آخره؟ نعم بالضبط، هو يعني جزء من خطة التحول الرقمي عندنا بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. في الحقيقة نحن نعمل على توفير وتقديم خدمات ومنتجات رقمية يعني متنوعة للعملاء لسهولة التواصل وسهولة أيضا يعني وصول العملاء إلى مختلف الخدمات اللي يحتاجوها من الشركة. على سبيل المثال، مثال عندنا تطبيق الهاتف النقال اللي هو الـ EDM،
وأيضا منصة الخدمات الإلكترونية هي إيسر يعني حاليا هذه المنصات الرقمية توفر أكثر من 20 خدمة متنوعة طبعا منها الدفع الإلكتروني للفواتير أو الإبلاغ عن التسريبات أو طلبات يعني استبدال العدادات أو طلبات توصيات جديدة إلى آخر من الخدمات. يعني أيضا يتم العمل حاليا على إضافة خدمات أخرى يعني تتعلق على سبيل المثال بالخدمات الصوت الصحي، يتم أيضا رقمنة كل الخدمات اللي تتعلق بالصوت الصحي اللي تكون في نفس المنصات الرقمية. وبالتالي يعني مع قصد التوسع الرقمي اللي نعمل عليها وتعمل عليها الشركة كل ذلك يتطلب التأكد من مثل ما أسلفت إتاحة كاملة. يعني احنا فقط ما نركز على تقديم حلول رقمية فقط للعملاء وإنما أيضا نتأكد من ضمان سهولة وصول العمالة لهذه الأنظمة وهذه الحلول الرقمية وتوافرها في كل الأوقات للعملاء. وبالتالي اليوم مركز البيانات باستخدام الخدمات السحابية يعتبر من الركائز الأساسية لضمان تحقيق هذه الإتاحة القصوى لكل تلك الأنظمة وتهيئة مركز البيانات أيضا اللي واجب التوسع المخطط اللي احنا نتكلم اليوم يعني في جانب التقني نسميه scalability، بحيث انه يعني عندنا مركز بيانات مرن بحيث انه ايضا يستوعب خطط التوسع والنمو وما يسمى بالداتا جروث حجم البيانات توسع حجم البيانات في المستقبل. نعم، وبما أنه تكلمنا يعني عن تقنية المعلومات وكونك أيضا أستاذ فهد يعني تعمل في مجال تقنية المعلومات، ماذا عن أمن المعلومات وحماية البيانات اللي راح يتم حفظها في الخدمات السحابية؟ نعم طبعا يعني أمن المعلومات وحماية خصوصية البيانات يأتي دائما في قمة أولويات التحول الرقمي عندنا. يعني من المهم جدا دائما قبل تقديم أي من الحلول الرقمية التأكد من سلامة البيانات، سلامة بيانات الشركة وأيضا بيانات العملاء وبيانات الشركاء اللي يتعاملوا مع الشركة. ضرورة التأكد وضمان حفظها من التلف أو من أيضا القرصنة السكرانية. وفي حقيقة اليوم نتكلم عن الخدمات السحابية، يعني أصبحت الخدمات السحابية توفر درجة أمان عالية للبيانات، وبالتأكيد هناك أيضا أساسيات أصبح لابد من توافرها لدى مزودي الخدمات السحابية في السلطنة. طبعا حسب القوانين والتشريعات التي تنظم مثل هذا النوع من الخدمات الرقمية، يعني على سبيل المثال مزودي الخدمات السحابية لابد من التأكد من وجود أنظمة حماية بيانات اللي هي نسميها الأنتي فيروس والأنتي مالوير، وجود أيضا أنظمة حماية من الهجمات السكرانية اللي هي الكشف، أنظمة الكشف عن التسلل وأنظمة منع التسلل، إضافة إلى وجود أيضا نسخ احتياطية أو باتر لجميع الأنظمة وجميع البيانات. وأيضا نقطة جدا مهمة وهي وجود مركز بيانات أو التعافي من الكوارث. وبالتالي يعني شركات مثل اليوم إحنا إن شاء الله راح نوقع معهم وما أنت تبارك، بالتأكيد اجتازت يعني كل هذه الأساسيات والاعتمادات وحصلت على الاعتمادات اللازمة. وأيضا إحنا في الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي عندنا تجارب سابقة ناجحة في استخدام الخدمات السحابية، وأن فريق عمل أيضا اللي هي الكفاءة العالية سواء في أمن المعلومات أو في تقنية المعلومات، ومتبعين طبعا أفضل الممارسات لحماية البيانات. نعم، وهذه يعني راح تساعد في النهاية مثل ما أنت تفضلت في بداية لقائنا على التحول الرقمي للشركة، متمنين للجانبين التوفيق إن شاء الله في توقيع الاتفاقية اللي بتكون بعد قليل. أشكرك أستاذ فهد، طلعنا على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا لك الفاضل فهد الحراسي، مدير أول تقنية المعلومات بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. يومك سعيد أستاذ فهد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. شكرا.